أنا والعذاب وهواك. مرحبا. أهلين جان، كيفك؟ كيفك أنت؟ أنا الحمد لله مستعجلة جان. معلش. أكيد ما كلنا مستعجلين جارتنا. ليش في حدا بهالحياة منه مستعجل؟ ما كيف بده يلحق الواحد؟ وين بتلحقي بين شغلك وولادك وتعليم وطبيبة؟ حد أنا هيني قاعد كنت هلا عم شوف السيارة إلي بارم ست برمات عم ببرم ما عم بلاقي محل. معي ساعة على الغدم. أنا توظفت، وظفني فارس الله يوفقه الله يطول عمره 800,000، قالوا لي بيعطونا ضمان. تعرف عليه هو هذا فارس لواحد كان يشتغل وياه بالكويت، قلت له أنا بدي أشتغل، شافني قاعد بلا شغل وكذا شغلني قاعد عم بعدين كل هالمحلات فكري في شغل بالدنيا. لك ألبير علبة دخان ما عم يبيع بالنهار، امبارح شفته شكالي صار يشكي وينعي، قال لي وحياتك يا جان إذا ببيع كله على الدفتر، ما بده يجيب مصاري لحتى لي روحي. بعدين حق عليه هو بيني وبينك حق عليه لألبير، 20 سنة قاعد بدبي شو بيجيبك من هونيك؟ بس مرته نقيقة يا لطيف، شو نقيقة، بعرفها من أيام بيت أهلها، أبو بولس بي الله يرحمه كانوا جيران بيت أهلها. يقعد هي قد ما سماوية تعيط على أولاد على أخواتها هي وصغار تضربهم، يطلع هو صوته بالعالي.